كتيبة أبناء الأقصى التابعة للواء التوحيد في درعا البلد حي المنشية. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين وسلم. نحن الآن نقوم برصد عصابات الأسد في منطقة المنشية. كتيبة أبناء الأقصى التابعة للواء التوحيد في درعا البلد العين الساهرة على أمن المواطنين بعد فساد استمر عقودا، يعود أبناء الوطن ليحموا أرضهم ودينهم وعرضهم في معركة يطلقون عليها اسم الرماح العوالي درعا البلد.